طبعا يعني نحن نأسف وننعي هذا الشهيد، يعني نحتسب عند الله بالتأكيد الشهيد، ويعني اللقطة دي مدني يقتل مدني؟ لا، ده مأجور ومدفوع من جهة ما لقى يقتل أحد المواطنين الأبرياء، سوف يحاسبه الله على ذلك حسابا عسيرا في الدنيا وفي الآخرة، كما أن كل الذين حرضوا على هذه الفعلة الدنيئة الخسيسة سوف يحاسبون أيضا. دعني أقول إن هذا النوع من العمليات هو القصد منه. أنت عارفة، شفتي هو كان ماشي قريب من عربية الشرطة أو العربية التابعة للجيش، وقتلوا لكي يتصور الناس ان احد ويعطي السلاح لاحد، ثم ماشى باعتباره شخصا بريئا، باعتباره شخصا بريئا ولا علاقه له بهذا الموضوع. هذه العمليات رايناها بعد 25 يناير، وكانت الناس بتتحدث عن الطرف الثالث، ولكن طبعا كنا في لحظه ثوريه كده، وكان الجميع ضد الجيش وكان ضد الشرطه، وكنا بنحمل المسؤوليه على الجيش والشرطه في هذا الموضوع. هذه اللقطة بتقول لنا أن الطرف الثالث هنا لا علاقة له لا بالجيش ولا بالشرطة، ولا أنه هو يهدف إلى زرع الفتنة بين المواطنين أنفسهم وما بين يعني الأجهزة والمؤسسات الرسمية للدولة. أنا أهيب بكل من يعرف هذا الرجل أن يبلغ عنه، وأنه يبلغ عن هذا الشخص، شوف، بمنتهى الدناءة وبمنتهى الحقارة والخسة. يقتل إنسانا بريئا عن قرب ثم يسلم سلاحه لشخص آخر متعاون معه. صحيح، هذه مؤامرة. هذه اللقطة تقول أن هذا الرجل الدنيء مدفوع، وهذا الرجل بيلعب لحساب الفتنة وتأجيجها. وبالتالي هذه اللقطة التي نراها الآن بتقول لنا يا مصريين، خلي بالكم أن في طرف دنيء ربما يكون مدفوع من طيار معين أو من جهة خارجية أو من جهة دولية، وأن احنا علينا احنا نقف قدام الناس دهيت. الناس دهيت لا تمثل لا دين ولا اخلاق ولا قيم ولا وطنيه ولا اي شيء. الناس دهيت جايه علشان تزرع الفتنه، وجايه تزرع القتل، وجايه تزرع الضغينه بين المصريين، لكن ربنا فضحهم وهيفضحهم، وان شاء الله الاجهزه هتمسكهم بدعم ومساعده من كل المصريين اللي هيعرفوا هذا الشخص الدنيء، هذا القاتل المأجور. نتمنى يعني أي حد يتعرف إلى هذا الشخص يعني يتصل على القاتل. الأرقام المتواجدة على الشاشة مشاهدينا الكرام، احنا عرضنا طبعا على عن الشاشة. عن قرب، لا حول ولا قوة، ثم ماشى كأنه لم يفعل شيئا. لعنة الله عليك، لعنة الله عليك وعلى أمثالك، وعلى من أعطوك السلاح، وعلى من دفعوك لأن تفعل هذه الفعلة الخسيسة الدنيئة. لعنة الله عليك في الدنيا وفي الآخرة. بأي ذنب قتل هذا الرجل؟ بأي ذنب؟ أليس هذا مأجور؟ ومشى كأنه لم يفعل شيئا. لعنة الله عليك، لعنة الله عليك. يعني ما فيش أي تأثير في أي حاجة، ماشي ولا لا؟ ما هو عادة القتلة المحترفين المأجورين بيتصرفوا باعتبارهم بدم، يقتلوا بدم بارد، لأن هم دي مهنة. القتل عند هؤلاء مهنة، هؤلاء ناس لا ليست لديهم روح وليست لديهم إنسانية، ووضع يعني هناك غشاوة على قلوبهم وغشاوة على أعينهم. طيب. لعنة الله عليهم وعلى من دفعوا